التواصل يستمر مشاهدين الكرام، وننطلق في هذه اللحظات مع شوطنا 17 الخاص بالابكار لقاي المحليات الاصايل مباشرة الى مقدمة الشوط والى المركز الاول في هذه اللحظات. هناك اللي على المركز الاول في هذه الانطلاقة، اتابع الشاهنية سالم بن مصبح بن تعيب الاكتبي على مقدمة الشوط، بينما في المركز الثاني اراقب هنا الغادم عونر حمى بن سلطان العواني النعيمي على المركز الثاني، بينما في المركز الثالث هذه هي شواهين ذياب بن حمد بن راشد بن دغيش الاكتبي. اما في المركز الرابع وديان سعيد بن راشد بن دغيش يحتل المركز الرابع، بينما في خامس المراكز وفي المركز الخامس هذه الصايلة احمد بن مطرب مايد الخيالي يقدم لنا الصايلة على المركز ايضا السادس، بينما في سابع المراكز وفي المركز السابع وصلت اللي هي مشاهدينا الكرام الوثبه احمد بن مطرب بن مايد الخيالي يتقدم على المركز ايضا الثامن، بينما في تاسع المراكز وصلت الغزيله سيب بن احمد بن غريد السبوسي، بينما في تاسع المراكز وصلت منصوره سعيد بن سالم بن مطرب بن حاذر الاكتبي، والمركز العاشر هكذا النتيجة. ونعود إلى مقدمة الشوط أيها الأخوة الكرام بعد ما تممنا العشر المراكز الأولى. عودة إلى مقدمة الشوط، عودة إلى المركز الأول، وعونر حمى بن سلطان العواني النعيمي على مقدمة الشوط يسير إلى المركز الأول في هذه اللحظات، بينما في المركز الثاني وتابع الوثب أحمد بن مطر بن مايد الخيالي المركز الثالث، هذه هي الصايلة أحمد بن مطر بن مايد الخيالي. وين الانتصار؟ وين وين التحدي؟ وين ما شاء الله وتبارك الله، روح يا اللي بيروح مع المزرعات في مقدمة الشوط ما شاء الله. هناك 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 أيضا اللي هي متابعين الأعزاء اللي في المقدمة في الصدارة الأولى في هذه اللحظات. اللي
اللي في المقدمة سالم بن مطر بن حاتة الاكتبي في مقدمة الشوط مقدم هملول راشد بن سالم بن مطر، ولكن هنا الغادم الوثبة أحمد بن مطر بن مايد الخيل اللحظات الأخيرة اللحظات النهائية بين الوثبة بين الوثبة وهملول الوثبة وهملول، ولكن الوثبة مصرة بالناموس مصرة بالانتصار. تهانينا لأحمد بن مطر بن مايد الخيالي للمرة الثانية في هذا اليوم، تهانينا والناموس. المركز الثاني هملول راشد بن سالم بن مطر بن حاتة الاكتبي، المركز الثالث كان الوصول مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام من سمحة سالمين بن محمد بن سالمين العامري. هكذا النتيجة للثلاث المراكز الأولى التوقيت الزمني 6:06. تهانينا والناموس لأحمد بن مطر بن مايد الخيلي.